مطربة وممثلة مصرية فرضت نفسها بين عمالقة الزمن الجميل لما تمتلكه من صوت شجي وأحاسيس جياشة، أثارت جدلا سياسيا بسبب أغنية ولعبة واحدة كانت كفيلة بإنهاء حياتها العاطفية. أنتم اليوم على موعد لتتعرفوا على قصة حياة مليئة بالحكايات الصاخبة، بطلتها الفنانة رجاء عبدو. اسمها الحقيقي اعتدال جورج عبد المسيح. ولدت في اليوم الثالث من شهر نوفمبر من عام 1919 في مدينة شبرا في مصر. نشأت نجمتنا في أسرة مكونة من 5 أشقاء إلى جانبها، وعن السبب وراء اسمها الفني فقد قيل أنها كانت تشاهد أحد الأفلام للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث أعجبت باسم حبيبته في الفيلم رجاء عبده، والذي اتخذته لقبا لها ليلازمها طيلة حياتها. بدأت موهبتها تبصر النور منذ صغرها، حيث عرفت بصوتها الجميل المفعم بالأحاسيس، والذي كان يطرب الحاضرين في كل مرة تصطحبها فيها والدتها إلى مجلس القديسة دميانا لتغني التراتيل والترانيم المسيحية. وبينما لم تكمل رجاء أعوامها 10، تعلمت العزف على البيانو وراحت تشارك في حفلات مدرستها وأنشطتها الغنائية لتتطور موهبتها وينضج صوتها أكثر. انتقلت حينها إلى الإذاعات المصرية الأهلية والحكومية كإذاعة فؤاد وإذاعة مصر، وأطربت السامعين بصوتها. قدمت هناك أولى أغنياتها والتي حملت عنوان يا سلام سلم على جمالك. واظبت نجمتنا على التنقل ما بين دراستها وعملها في الإذاعة، إلى أن قرأت إعلانا في إحدى الصحف اليومية عن حاجة الموسيقار محمد عبد الوهاب إلى وجه نسائي جديد لتؤدي معه أحد بطولات أفلامه. غاصت حينها اعتدال بأفكارها الوردية، ظنا منها أن أحلامها ستتحقق من خلال هذه الفرصة الذهبية، وطلبت من والدتها أن تشارك في مسابقة الوجوه الجديدة، وفعلا تقدمت للاختبار وغنت واحدة من أشهر أغاني عبد الوهاب حينها بصوتها الشجي، والذي نالت عليه استحسانا كبيرا من قبل محمد الذي أثنى عليها، لكنه أكمل معتذرا قائلا أنها لا تناسب دور البطلة التي يبحث عنها كونها لا تزال صغيرة في السن. وعلى الرغم من وعد محمد عبد الوهاب ومخرج العمل بتقديم فرصة لاحقة لها، إلا أن نجمتنا بكت بشدة وخرجت محطمة الآمال يومها. بعد ذلك تابعت في مشوارها المتواضع وحصدت الشهرة في الإذاعة لتغدو مطربة حفلات، كما قدمت أغاني عدة خاصة بها، أبرزها أغنية ليه دايما تفكرني بغرامك وأغنية احترت أشبه حسن بإيه وغيرهما الكثير. وبينما لم تبلغ عامها 18، شاركت في فيلم وراء الستار، وكرت الصبح فيلما بعد آخر لتبدأ موهبتها التمثيلية بالبزوغ خلال 10 أعوام شيئا فشيئا، إلى أن وفى محمد عبد الوهاب بوعده وقدم لها فرصة المشاركة في فيلم ممنوع الحب، حيث شاركته البطولة ليكون هذا الفيلم بمثابة العلامة الفارقة في مسيرتها في مجال التمثيل، الذي قدمت فيه 10 الأفلام، أبرزها فيلم بياعة اليانصيب وفيلم الحب الأول. وعن هذا الفيلم الأخير فقد اشتهرت فيه أغنيتها البسطجي يشتكو،
الأغنية التي أحدثت جدلاً كبيراً في الوسط الفني والسياسي معاً في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، إذ اعتبر البعض أن فيها استهزاءً بالرئيس جمال عبد الناصر كون والده كان يعمل موظفاً بسيطاً في مصلحة البريد، وتم حينها منع الأغنية من البث في الإذاعة المصرية. إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر وعندما علم بالخبر تقبله ضاحكاً بشدة وأمر بإعادة الأغنية إلى البث كما اعتاد على سماعها يومياً بعدما نالت رضاه. وذكرت بعض المصادر أن الإذاعتين البريطانية والإسرائيلية تعمدتا إذاعة الأغنية تلك بعد حرب السويس بغية السخرية من الرئيس جمال عبد الناصر. تعرفت رجاء على الطبيب يوسف عطية بعد أن قصدته لعلاج آلام معدتها، تتالت لقاءاتها به وتطورت العلاقة بينهما إلى أن تزوجت منه، وأثمر زواجها آنذاك عن إنجابها لطفلين. وبعد ود ومحبة جمعا الثنائي سنوات عدة، اكتشفت رجاء أن زوجها مدمن على لعبة قمار، حاولت إقناعه بترك اللعبة وهددته بإنهاء حياتها معه، وعندما لم يستمع لها ولم تجد فائدة من الحل بالتراضي لجأت إلى المحكمة ورفعت عليه قضية طلاق وانفصلت عنه. ذكرت مصادر عدة أنه بعد سنوات من الشهرة والتألق في عالم الغناء والتمثيل، وجدت رجاء في نفسها مثالاً للفنانة المتكاملة، زادت ثقتها بنفسها وباتت تعتقد أن صوتها وحده كفيل بنجوميتها دون الاعتراف بفضل من حولها أو مساعدتهم. عنادها وغرورها حالا دون إكمال سلم صعودها، حيث غابت فترة طويلة عن المسارح والإعلام لتدخل مجال الإنتاج السينمائي الذي لم تفلح فيه وخرجت منه بخسارة مهولة. كل هذه الأسباب مجتمعة مع وفاة ابنها إثر حادث أليم دفعتها لتقرر الابتعاد عن عالم الفن ولتعلن الاعتزال. وقد عاشت نجمتنا آخر سنوات حياتها في مدينة الإسكندرية إلى أن توفيت عام 1999 دون معرفة أي تفاصيل عن أسباب الوفاة.